نظراً للإقبال الجماهيري الكبير على المهرجان الذي تنظمه وزارة الإعلام بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان ضمن موسم أعياد البحرين، تعلن الوزارة تمديد فترة المهرجان حتى يوم السبت المقبل 24 من ديسمبر الجاري. ويأتي تنظيم المهرجان في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. ويشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية والأسواق التراثية التي تعكس جانبا مهما من الذاكرة والهوية البحرينية الأصيلة. أهم شيء شفت مدرسة الهداية الخليفية، المدرسة اللي درسنا فيها سنين طويلة وذكرتنا بالمدرسين الطيبين والطلبة والأجواء الحلوة، الدراسة، العلم وأشياء كثيرة يعني موجودة في القرية تذكرني يعني بالتراث. الصراحة تراث البحرين الأصيل يعني. بس ركبنا فيه احنا كانت فيه يوم صغيرة لكي كبرت يبسرت كل اسمه يب الباصات بس خلاص هدينا ونروح يردونا حق اسم الرحلة فيه يودون عدوره يودون يسبح في عدوره يسبح في ابو زيدون كله فيه ما في الاول ونمشي من الحوره للمحرق نركب فسطه يعني بكم عد بقونه احنا عشنا في التاريخ من اول سنه اخر شيء.